بالنسبة للتمرين 5-2 هو عبارة عن عندك كلمات في القائمة A وكلمات معاكسة إلها بالقائمة B. fair يأخذ الحرف fair هو العدالة، العكس مالتها الظلم أو عدم العدالة، اللي هو بالقائمة B يأخذ الحرف C unfair. divisible قابل للتقسيم اللي في القائمة A، في القائمة B يأخذ F indivisible غير قابل للتقسيم. ثالثا liberty الحرية، الحرية معاكسها العبودية slavery اللي هو A. رابعا life اللي هو الحياة، معاكس مالتها الموت أو الموت أو الاحتضار live يأخذ E death. خامسا deny يعني يرفض ينكر ينفي، شو يأخذ؟ يأخذ الحرف B admit يسمح يقبل. سادسا certain، certain متأكد، إذا غير متأكد يأخذ المعاكس مالته G اللي هو uncertain. سابعا human الإنساني، والمعاكس مالته غير إنساني unhuman أو وحشي.